سعادة النائب، ماذا يعني كلام سيد حسن نصر الله الأخير بأنه ما من قايد مسائل فلسطين وسوريا ويعني غيرها من المسائل ببضعة حقائب بالوزارة؟ يعني هيدا يعني تحدي للفريق الآخر أنه ما رح نرجع من سوريا وللدولة اللبنانية من بعد. أيضا كلام رئيس الجمهورية اللي دعا كل الأطراف إلى الانسحاب والعودة إلى الداخل اللبناني، هيدا تحدي للدولة لرئيس الجمهورية لفريق 14 أدار أنه خيطوا بغير هالمسلة؟ هيدا جواب مش تحدي، دايما ردة الفعل ليست تحديا. هيدا جواب يلي عم بيقولوا أنه لا نقدر نقعد نحن وياك، بدك تقعد على الأرض اللبنانية فقط وما تعتبر أنه ما يدور حول لبنان أنه اعتبروا أنه هذا بعيد بالزمان والمكان عن لبنان، وهو مش مزبوط الحكي. هو بالصحن اللبناني. يعني إذا راجعنا الحرب السورية يلي أنا أعتبرها موجودة بالصحن اللبناني مثل ما موجودة على الأرض السورية، بتعرفي انه حتى الرئيس اليوم قال انه نحن عملنا اعلان بعبدة لانه كان في لطف الله اثنين وكان في تهريب اسلحه. مش الرئيس ما حدد انه بس حزب الله يرجع، لا عم بحكي لما رجع من السعوديه وكان عنده كلام انه كل الاطراف ترجع للداخل، ما قال بس يا حزب الله رجع للداخل. يعني حتى اذا في اطراف ثانيين، وفي اطراف ثانيين، انه كلكم تفضلوا على الداخل اللبناني. ايه نعم. بدك تساليني بموضوع تدخل حزب الله؟ عم بحكي انه انا لا حجاوبك اياه بكل صراحه منى. مثلا انا بايد تدخل حزب الله في سوريا بعكس رفقاتي. ايه ما انا قايله شو جاي يقول غير شيء عنك. ايه بس بدك صرت قايله اكثر. خليه كيف تقنع الجمهور انه انت بتأيد؟ ما هي لحلك شو هذا الموضوع. مثل اي موضوع لمحامي، انا محامي عاده. الله يسترنا. ايه مثل لا مثل اي موضوع لمحامي موكله بره، ولكن اللي باعت الملفات لعند القاضي حيبك له اياها محبوكه. هون المحامي هو مرجلته بيطلع، لانه بري بالواقع موكله، بده يكون عنده قوه اقناع بقدر البروسيدور اللي بعتتها الاجهزه ما قبل القضاء، يعني الضابط العدلي. بموضوع تدخل حزب الله، اذا لقيتي الوضع بطبيعته بتقول ايه ممنوع التدخل. إذا لقيت الأمور صافية، لبنان يعيش كدولة، سوريا تعيش كدولة، ما في أزمات فايتة ببعضها، ما في تداخلات، ما في بلاد العراق والشام يعني لبنان وسوريا، ما في عالم جايين ليعملوا إمارة بين بعلبك وطرابلس. يعني بدنا لأنه القانون الدولي العام بيقول انطروا، التزموا بالقانون الدولي العام. بنبقى نحكي ما بعد ساعتها، ما بعد إعلان الإمارات يلي كانت مربوطة ما بين. خلينا نحكي ساعتك وقائع على الأرض ومش شعارات، بمعنى أنه في داعش مزبوط، في جبهة النصرة مزبوط، ولكن هدول خلقوا من بعد ما حزب الله راح يقاتل بسوريا. وكتار كتار حذروا ساعتك هنا يعني ما تكمل السؤال. لا كانوا بأعداد قليلة، ولكن كتار حذروا أنه الجهاد في سوريا سيجلب الجهاد إلى لبنان. إيه؟ قتال الشيعة في سوريا سيجلب من يقاتل الشيعة في لبنان. ومع هيدا بعدك لا عم بتجيب. جواب لقل لك ايه ضمن البروسيدور الموجودة. تفضل. جواب فيك تقلي لي بليبيا هلا ليش عم بيقوصوا بعضهم الناس والميليشيات؟ فيك تقلي لي ما في دولة هلا ضايعة الطاسة. طب ليه؟ لأنه الثورة ربحت أو لأنه ما وراء الثورة ناطر؟ فيك تقلي لي ليش بمصر مش عم تزبط الأمور؟ لأنه الثورة ربحت. خليني أكمل لك. بسوريا في ثورة. صح. في ثورة. نعم. لازم ما نتدخل معها. صح. لازم ما نتدخل معها. حزب الله لم يتدخل مع الثورة. وهو ضده. هو مع النظام. ولكن لا، واعتبروا هذا منطق سوري داخلي. أحرار هودي اللي قايمين بدهم إصلاحات. وبدهم إياها بالقوة، ما بدهم إياها بالمنيح. ما هو بلشت بالمنيح يا سعد. عظيم. عظيم. أوكي. ما تدخل. ماشي. والدليل حزب الله تدخل أيمتى؟ من 4-5 أشهر. صار سنتين ونص الحرب. أعلن من 4-5 أشهر هو عم يتدخل. لا 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 لا، والدليل ما عم نحضر نحن. أنا عم بحضر تشييع الشهداء. ما حضرت إلا من 4 أشهر. كنا بالأول عم ندفنهم بالسر. لا، ما حدا بيدفن شهيد. كان يحكى من قبل أنه في شهداء للحزب عم يسقطوا بسوريا ولم يعلن عنه. لما صار يزيد العدد أو صار فيه المعارك اللي مثل صار، حين أعلن الحزب أنه عم بيشارك فعليا بالحرب في سوريا، لا طلع السيد وقلنا أنه هو لمحاربة التكفيريين وعدم السماح لدخول لبنان. معه حق.
طيب. وانا برايي عمل دفاع وقائي استباقي انقذ لبنان معركه الاقصار. ليك بدي اقول لك شغله، هل مهمه حزب الله استاذ اميل يروح يقاتل التكفيريين او الاصوليين او القاعده بسوريا؟ البعض يقول يعني لو بقي بلبنان، واذا في قاعده يقتلها بلبنان، بس اذا بقي لو بقي بلبنان ما كان لبنان عم بيعيش هالقد تداعيات امنيه خطيره؟ لا هي التداعيات الامنيه الخطيره بلشت قبل تدخل، بالعكس خففها. كيف؟ ما انا عم بقول لك، انا عايش ببعلبك، ما خليني جاوبك، مش عم تخليني. تفضل. انا عايش ببعلبك، انا ما انت اعلاميه مرموقه، والمؤسسه اللي عم تشتغلي فيها مرموقه جدا. انا بطلب منكم تعملوا استفتاء، بس مش علني، سري. اوكي. من القاع لبعلبك، وخصوصي للمسيحيين، من القاع لبعلبك. قبل الأقصير شو كان وضعهم؟ وما تستفتوا العونيين واللي بخصوني، استفتوا اللي هن أخصام لحزب الله. وفي، لأنه في قوات وفي كتائب في كل دسكرة مسيحية في لبنان. وفيك استفتوا الكويتيين والكتائبيين ويلي ميلين ل14 أدار، من القاع لسرعين. استفتوهم. إذا ما بيقولوا لك إنه هذا ما حدث في الإقصائر كان دفاعا وقائيا استباقيا أراحنا، وإلا نحن كنا فلين على زحلة أول خطوة، وبعد زحلة بنفل على السويد. ليكي منى، إذا بك تحكي بالقانون أنت بتربح، إذا بك تحكي ما هو قبل القانون، لأنه دائما الوجود هو قبل القوانين، قبل كل شيء. ليش دوغول كان يقول الريزون ديتا تمر قبل الدستور؟ لأنه الريزون ديتا بتبقى فرنسا، الريزون ديتا اللبنانية أن يبقى اللبنانيون. أليس هنا دخول بس خليني أكمل لك شغلة. أنا برأيي هذا التدخل الذي يعطي صورة أنه غير قانوني، أنه استثنائي، طبيعي استثنائي وليس طبيعيا، لأنه نحن نعيش الحالة الاستثنائية، لا نعيش الحالة الطبيعية. معقولة نحن قاعدين بالجنوب في 39 برج مراقب، وعلى الأرض السورية في أكثر من فكرة تريد أن تسيطر على العالم العربي كله، لتعلن يعني الدولة الإسلامية، ونكون عايشين دولة. يقول خصمكم السياسي أنه تركتوا العدو أو مقاتلة العدو اللي هو إسرائيل، ورحتوا تقتلوا الشعب السوري، والحزب عم يقتل الشعب السوري. هذا يعني بيقولوه اللي بدهم يقولوه، بس مش أنت بتقولي، لأنه اللي أنا عم لك هيك عم بيقول خصمكم السياسي. بس كمان بمجرد السؤال، إذا في أبراج مراقبة وعم يفرخ كل يوم أبراج مراقبة، عظيم. أين المقاومة من أبراج المراقبة عظيم وإسرائيل؟ عظيم. انت عارفه انه ما حدث اي فريق سياسي يعالج الاتي من ظهره لكي يستمر في المواجهه الاماميه بيكون عمل العين الصواب. يعني مش معقول واحد عم بيقاتل اسرائيل ويترك ظهره مكشوف الاب وصلوا. يعني انا فات نحن انا عندي ببعلبك الهرمي، انا كل يوم عندي 10-12 ازيفه. عندي عالم من لبنان، بس لازم عندي عالم لبنانيين اعلنوا الامارات وصاروا يقولوا شو محيط جمهوريتهم ومن وين لوين بدها تمتد. عندي احزاب لبنانيه سالت حزبيها على الملأ، قالت لهم انتم ما هو دينكم، لبنان ام الاسلام؟ قصص ما قال لهم ما هو دينكم، ولبنان مش دين، لبنان دستور. ماذا يعني؟ يعني انه انتم بتؤمنوا بدساتير وضعيه وضعها الناس؟ قالوا له لا. وين هو يعني هذا الخطر المحدق من الظهر يجب معالجته قبل الذهاب الى لانه نحن بالمواجهه عملنا اللي علينا، ولم يترك حزب الله الجنوب. لو ما راح حزب الله على سوريا، كنت عم تقول لي كانوا فاتوا التكفيريين، يعني كيف فيك تجزم بهالشيء؟ او يمكن لا. طيب. يمكن ما كانوا فاتوا، يمكن كان الجيش صار. لي انا ما وراح اقنعك كيف بعد ما عرفني ليش الحزب انت بتسمح انه يقاتل بسوريا؟ ما لحقلك او غير ليش. الحزب بس عم نحكي عن الحزب. انا عندي بلبنان، بلبنان الشمالي، البقاع الشمالي، صاروا جوا، والاعلانات من جوا اللي مربوطه ببعضها بين صيدا يلي اضطرينا ندفع 25 شهيد لنلغي حالة كمان ترتبط بهذه الحالات، وفي للأسف الشديد بعاصمة الوفاق الوطني اللي اخترعت التقدمية والعروبة اللي هي طرابلس، صار في حدا حاطط ايده عليها غير أهلها. انطلاقا من هذا الموضوع كان في خطر داهم علينا بهنا. لننتقل لدقائق لطرابلس، نستمع إلى وزير الداخلية.
ومحمد الصفدي وسامر سعادة، حبيت سميهم بالاسم لأنه الكل اشتركوا، الكل اشتركوا والكل أصروا على أنه تتنفذ هذه المهمة لإنهاء المأساة اللي عم بتعيشها مدينة طرابلس. بلبنان كله ما في إلا هالمدينة اللي هي عم بتعيشها، بالإضافة كمان للوزراء اللي موجودين بالحكومة وعلى رأسهم دولة الرئيس مئاتي. كل هاللي عديتهم تعبوا، والفعاليات طرابلس ومشايخ طرابلس وعلماء طرابلس كمان كلياتهم المشكورين، بالإضافة لأنه فخامة الرئيس، فخامة الرئيس كمان بلعب دور كتير مهم، وكان على طول بكل الاجتماعات اللي عملناها واللي كنا نعملها كان حقيقة مصر على إنهاء الأزمة بطرابلس. طبعا من أنا سميت النواب ما سميت الوزراء، لأنه كمان الوزراء لعبوا دور كتير مهم، وبحب هوني حقيقة أني سمي الوزير فيصل كرامي اللي كمان بمرحلة من المراحل تعرض للخطر بطرابلس، ونحن بنقول له للوزير كرامي أنه إن شاء الله بمسعاك ننسى الماضي. وأنا بعرف للوزير كرامي أنه من الوزراء يلي الودودين يلي ما بيحبوا يحقدوا على حدا، وهيك بدنا نبلش انطلاقة جديدة بمدينة طرابلس بمسعى الجميع وبجهود الأجهزة الأمنية وبسهرهم ليل نهار، إن كان جيش لبناني وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولي، بجهود جميعا رح نوصل إن شاء الله وبالتكاتف الجميع ننسى المأساة اللي أو على القليل نضلنا نتذكرها، بس نقول تنذكر بس إن شاء الله ما تنعاد. هذا كل اللي حكيته، بتأمل إنه هالكلام يضلوا مزبوط بمحله بمعناه الصحيح، مش نراهن مثل ما البعض هلا عم بيراهنوا إنه كل هذه خبرية هلا بتنتشر الأجهزة الأمنية وبكرة بيطلع واحد أو طابور خامس أو واحد تاني بيقوز. لا، أنا هون حقيقة بحمل كل مسؤولية، بالإضافة للأجهزة الأمنية كمان المواطنين وسكان المناطق محل ما بيكون في توتر إنه كمان يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية إذا حقيقة هني صادقين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. وأنا أكيد باجتماعاتي مع الجميع بعدة مراحل وبعدة أيام كانوا الكل صادقين والكل كانوا بدهم هالمخرج اللي هلأ لقيناه. فحقيقة أنا سعيد اليوم، وإن شاء الله هالسعادة تبقى مستمرة، مش يدخل بكرة على الخط أي شخص بيحب أنه يخرب الوضع الأمني بطرابلس. هون أنا بحب أقول أنه نحن حياتنا مختلفين سياسياً، اللبنانيين مختلفين سياسياً ومنقسمين بالسياسة، بس اللي بيحزن أنه ليش بطرابلس نحن عم ننفذ، بس بطرابلس عم ننفذ الخلاف السياسي إلى خلاف أمني. طب ببيروت نفس الشيء، فيه بكل لبنان فيه نفس الشيء، خلاف سياسي في 14 و8 وخلاف حول ما يجري في سوريا. طيب ليش طرابلس بتدفع الثمن؟ ليش ابن طرابلس بده يدفع الثمن؟ شو المطلوب؟ المطلوب انه تنطلق فتنه طائفيه من طرابلس حتى تروح على كل الاراضي اللبنانيه؟ لا، ما رح تنطلق، والدليل انه لها سنتين وثلاث سنين بلشت ورح تخلص، والفتنه الطائفيه مرفوضه من ابن طرابلس، مرفوضه من اللي عم بيقاتل كمان بطرابلس. فإذا شو الهدف؟ الكل شعره هلأ أنه الهدف هو تحقيق أحلام الفئة الخامسة أو الطابور الخامس اللي كنا عم نقوله أنه بحب يخرب بلبنان. لا، بنتمنى أنه تنتهي الحلقة هيدي، وننطر بخلافاتنا السياسية وباختلاف آرائنا
نشوف كيف بدنا نوصل لطاولة حوار، نقعد نتحاور لنقدر نحل المشاكل بصرف النظر وبالابتعاد عن الأمور الأمنية من اغتيالات ومن تصفيات ومن سيارات ملغومة، لأنه هذه حقيقة مش من عوائد اللبنانيين. هذا اللي بدي أحكيه بصورة عامة. عنده سؤال أهلا وسهلا. معالي الوزير، الخطة نكتفي بهذا القدر من كلام وزير الداخلية. برجع لك أستاذ أميل، كنت عم تدافع عن قتال حزب الله إلى جانب النظام في سوريا، بسألك لو لم يقاتل النظام هل كانت حصلت تفجيرات الضاحية الجنوبية؟ لو لم يقاتل؟ بمعنى إلى جانب النظام، يعني لو الحزب ما تورط بالحرب في سوريا هل كنا شفنا تفجيرات بالضاحية الجنوبية؟ يعني مش هيك لازم تنطرح الأمور. يمكن إيه شفنا تفجيرات كمان، لأنه في قرار ب ولا مرة انطلت الضاحية، يعني مع أنه شفنا سلسلة تفجيرات كبيرة إلا لما صار الحزب يقاتل واجه تهديدات أنه بدنا نقاتلك بعقر دارك. إيه يعني هني قالوا له ليش أنت، نحن رايحين على عقر دارك بس ليش أنت كنت ذكي جدا وحريص جدا وقمت دافعت قبل ما نوصال على عقر دارك؟ لأنه هني أكيد بدهم يوصالوا على عقر داره، ما أعلنينا علنا. ومين اللي أعلنا؟ ولو أكثر من مرة أنه نحن أنه حتى بلبنان عيلنينا أنه ما بدهم لا مقاومة ولا سلاح لحزب الله ولا ما بدهم مقاومة. هلأ يعني في مجموعات بتقول ما بدنا المقاومة تكون نواجه سلاحها للداخل، أو كل السياسيين بيقولوا، بس ولا مرة شفنا أعمال عدائية بالداخل من فريق يا أستاذ أميل ضد حزب الله. ليكي لو المقاومة موجهة سلاحها للداخل حكمت لبنان من زمان. لا عم نقول هن بيقولوا بيرفضوا هيدا الشيء، بس ما قالوا بنرفض المقاومة بالمطلق. هي لما بسبعة أيار صار يقولوا هيدا الكلام. ايه ما هو بسبعة أيار، لأنه صار خمسة أيار، وخمسة أيار هو اعتداء ماشي أكبر من سبعة أيار. بس أنه ما عم تقدر تقنعني ليش أنت مع أنه الحزب قاتل بسوريا. يعني اليوم لما سيد حسن نصر الله بيقول ما من قايد ببضعة حقائب، وكأنه يعني ما رح نشكل حكومة. طب والبلد اليوم بأمس الحاجة لحكومة، أنه إذا بأمس الحاجة هل قد ما مكترسين بوضع البلد؟ لا، ما اللي مش عم بيشكل المش مكترس، ما هني مش عم بيشكلوا معه لحزب الله، هن اللي مش عم بيشكلوا معه، مش هو مش عم بيشكل معهم. ما هو ما عم بيقدم تنازلات ليشكل معهم. شو هو ليش بده يقدم تنازلات ليشكل معهم؟ ما حدا يقدم تنازل، لا هن مطرح ما هن موجودين. طب كيف هن مش موجودين يا استاذ اميل؟ بس كمان يعني مقاومه، حضرتك عم تقول مقاومه، هي مقاومه. طب بتروح بتقاتل بسوريا؟ منى سوريا منا اسرائيل بالحرب يعني. السوريه بالحرب التي تدور في سوريا هنالك فريقان لبنانيان موجودان على الارض السوريه بأسلحة متنوعة، مثلا سلاح المال أكثر. أنا برأي السوريين بدهم مال. هلا اللبنانيين معهم يعطوا مال للسوريين؟ مش عم بقول عن اللي عم بقول في فريقين عم يتقاتلوا بسوريا. أوكي. في فريق عم بيقول وعم بيراهن عم بيراهن مراهنة واضحة واضحة على المعالم سقوط على سقوط النظام لكي يحكم لبنان. واضح. أوكي. الفريق الثاني ممنوع يقول له يعني عم بيقول عم يراهن على سقوط النظام مش ليحكم لبنان، عم يراهن على سقوط النظام تكسب الثورة. طيب أنا مقتنع أنه عم بيراهن على سقوط النظام ليحكم لبنان، أنت مش مقتنعة هيك. أنا قناعتي ما إلها دور بلبنان، أنا مقتنع أنه عم بيراهن على سقوط النظام لكي يحكم لبنان. الفريق الثاني ممنوع علي يراهن على شيء لكي لا يحكم الآخر لبنان. ممنوع علي. لا، في فريقين لبنانيين بلبنان عم يتدخلوا بسوريا. اللي تدخل الأول بلسان فخامة الرئيس اليوم بالفينيسيا قال فخامة الرئيس كلام رائع جدا، ولو المسار يأخذ إلى غير ما أنا عم أعمل. شو فحوى الكلام؟ فحوى أنه نحن وقت اللي قررنا بدي إياكم تفهموا هيك عم بيقول لهم. الظرف اللي خلينا قررنا إعلان بعبدة كان لطف الله اثنين وكان السلاح 100%. رئيس عم يعترف بتدخل الكل وطالب الكل انه بس يرجعوا. بس خليني لحتى نضل مضويين وعاملين فوكس اون على هاي النقطه بالذات اللي قال الرئيس. بدك تفوكس انه الفريق الاخر جوا ونحن عم نعترف. بس كمان ان رضيان انه الحزب يكون هناك يقاتل الى جانب النظام. تجينا تداعيات القتال الى جانب النظام ما يتشكل حكومه. رح اقول لك ليش. اول شيء لانه اذا الفريق اللي ما رح يرتدع من اي فئه كان هو فريق مستمر، لانه لا يحترم الحدود. بس ما يعني شفنا شهداء من الفريق الاخر باستثناء عدد قليل من طرابلس اعلنوا هن انه بصفه فرديه. ما كمان انا يعني فيني قاتل بشخصي
وفيني قاتل باللي موظفون، وهذا القتال هو هو. انت بتحطهم بسواسية يعني؟ لا بل أكثر. جهوزية المقاومة وتدريبها والسلاح الذي تملك مع مجموعات فردية او افراد عم بيروحوا بيقاتلوا. لا لا مش عم بحكي لانه انتفض فيهم النفس السني حسب ما هن بيقولوا. مش عم بحكي عن اهلنا بلبنان يلي انا انحني امام الموت على الميلتين. انا عم بقول انه انا لبناني وقادر جند 10,000 زلمة مش لبنانيين ليقاتلوا سوريا. يعني أنا عم بقاتل أكتر منهم انطلاقا من هذا الموضوع. بس اشرح لي يعني عم فوت معك بالتفاصيل، مين اللي عم بجند؟ مين عم بجند مين؟ هلأ ليكي بدي أقول لك شغلة. ليش صايرين الأمريكان والروس والأوروبيين، شو بدي بالروس، ليش صايرين الأمريكان والروس مرتاحين هالقد لأي فريق عم بخفف من وجود تكفيريين في العالم؟ لأنه تفلت هذا الموضوع، تفلت منهم. أنت منك شايف المسار العام الدولي والإقليمي ذهب إلى منحى ثاني؟ بلى. وبعدك عم تحكيني بالمنحى الأول، ليش مبسوط؟ أنا برأيي رح يعملوا له بالآخر جايزة أكبر وتقدير لحزب الله، لأنه قدر حسم، وخصوصي على الميلة اللبنانية، لأنه لو ركبت إمارة على الميلة اللبنانية وكانت رايحة تكبر، لو ما حزب الله لأنه الجيش السوري النظامي ما بتخليني أكمل، بس تكون الفكرة حلوة. تفضل. من ناحية لا لأنه الجيش السوري النظامي ما كان قادر يحوط بكل أنا ما بعرف قديش قدرته. أنا بعرف أنه على الحدود اللبنانية المتداخلة وجود في عالم، نحن عنا عالم بحدود 15,000 صوت بيصوتوا عنا، بيجوا بيصوتوا لنا أو بيصوتوا ضدنا أو بيصوتوا معنا. صوتوا لك في منهم بيصوتوا ضدنا وفي منهم بيصوتوا معنا، وهو اثنين نحن مسؤولين عنهم ومنحبهم ومنريدهم، اللي بيصوت ضدنا واللي بيصوت معنا. النايب مسؤول عن كل العالم، هودي العالم، هذا التداخل. بس كمان بطلب مثلا في بدون ما سمي لك الضيعة، بس أكثر من ضيعة عميلة القصير، كمان بطلب من الام تي في العزيزة كمان تعمل استفتاء هونيك، هل هني مرتاحين هلأ ولا مبارح؟ طب ليش مرتاحين هلأ؟ ليش مش مبارح؟ طب الله صاير يعني، طب ليش شو معناتها؟ سؤال كبير، ليش ما بدهم يرتاحوا؟ بس ما تجمل مع الغازي كمان بمنطقة عرسال عندهم رأي وجهة نظر مختلفة تماما. ايه بس جواب بمنطقة عرسال بقدر أكد لك، لأنه نحن عشنا فيها العرسال. أنا كنت صغير، كنت في عرسال مثل طرابلس. مش مزبوط أنه 5% هي عرسال. تعرفي مين هي عرسال؟ عرسال أول شهيدين بقلعة الشقيف كانوا من عرسال. عرسال هي أساس القومية العربية، مش أساس التطرف الديني. أوكي. مش صحيح أنه عرسال مش عم تاخدوا رأيها المزبوط. بدكن رأيها المزبوط؟ لا بدكن تسألوا عرسال متطرف يعمل لك أهالي عرسال اليوم. بدكن ترجعوا تسألوا المتحدرين من المختار حسين السابق الحجيري أو هاو الشخصيات اللي كانوا من أهم رموز بعلبك الهرمل. حلفاء لك عم يتهموا أنه في قاعدة بعرسال، مش نحن عم نقول أنه هاي عرسال. حلفاء لي مش عم يتهموا، عم بأكدوا وأنا عم بأكد. أنا مثلا عندي 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 واجب بعرسال، عندي واجب بعرسال ما عندي قدرة أروح لهالواجب، وواجب عزيز على قلبي كتير كتير. يعني في مرة بعتبرها مثل كأن عمتي أو أمي، مش عم بقدر روح. والعكس صحيح يا أستاذ أمير، وفي أطراف من 14 أدار ما عم بيقدروا يروحوا على مناطق ذات غالبية تنتمي إلى حزب الله أو لثمانية أدار بس تحديدا حزب الله، لأنه ما عم بيقدروا. مش صحيح، خليني جاوبك. وقت صارت حادثة عرسال واللبوة إذا بتتذكر، بيجي مفتي عرسال يلي هو من أحلى الناس وأرقاهم ومعه وفد، ثابت انا عم بعزي. قلت له بدي اسالك سؤال يا سمير، انا حابب اطلع لعندك وما عم بقدر. قال لي ولو طلع. قلت له انا ما عم بقدر. قال لا ما تقول لي طلع، ما فيك. اذا قرر حدا اني انا ما اوصل ما بوصل، او اذا بوصل وما برجع يمكن، لانه ما في عرسال فوق، في 5% مش عرسال اللي بعرفها. قلت له اذا بدي سمي لك 100 اسم من 14 اذار المسيحي انا غيران منهم. قال لي لا. قلت له لانه اذا متلهم حدا باخر الهرمل بخصهم بيقدروا يروحوا ويرجعوا، ما حدا بيقول لهم شيء. هن بيقولوا غير هيك. مش صحيح. لقلك ليش، لحلك ليش، ما انا عايش هونيك. مش صحيح منى، انا عندي مجموعه شباب قوات لبنانيه من بشري بيتاجروا بسلاح. ما بدك تسمعي، بيتاجروا سيارات. حتى امبارح كنت ببشري بدفن، وواحد منهم اللي قال لي هيك كان واقف حدي بالدفن كرر لي اياها امبارح وهو من بيت رحمه. هؤلاء بيتاجروا بالسيارات، سائبوا عندهم متاجرة سيارات بين طرابلس وبين بعلبك. بيمرقوا لعندي 3-4 هني مرة بيقولوا لي يا أستاذ. قلت له شو؟
قال غريب، نحن بطرابلس الساعة 6 ما بنسترجي نضل نحمل حالنا بنطلع بشري، ببعلبك وصلنا لوقت مشرب أرجيلة بليالينا بالنورس بهودي القهاوي تبع راس العين للساعة 2-3 نحس حالنا قاعدين ببشري. عبالك أقسم بالله قوتيين جديين. قلت لهم أنا ضحكت ساعتها وعم بتلأمن، قلت لهم يا عمي ما أنتم متحالفين مع طرابلس مش مع بعلبك، شو المشكل؟ إن الجو العام في اللبوي والهرمل وبعلبك مين مكان بيروح مش صحيح، والجو العام بغير مطارح أنا بقول يمكن ما يكون في شيء بس بيخافوا. هلا أنا قليلي بس خلينا أعطيتك مثل عن حالي وأنا مزبوط. نايب معمل. بس لا هلا شو بيقولوا يقولوا كفي. وزير الداخلية فات على الضاحية الجنوبية أكل حجارة وهتافات غير مرحبة، بتقلي كان في انفجار وفي غضب بقلك صح، نحن بنستنكر والمسؤولين كمان بيستنكروا، بس هذا مش المناخ العام. أيوة بس هذا نتيجة موقف سياسي من 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 من, من قضية من قضية يعني في، وهذا ممنوع وعيب وغير مقبول واستشاط غيظا المسؤولين في الحزب أو في حركة أمل أكثر منا. بيعرسل بات الوضع هالقد محتقن لأنه صار في عمليات يعني لما بيصير في قصف على بهاي عرسل. معك حق، الجيش اللبناني تبجح وذهب إلى عرسال وما بيحق له يروح لهونيك. أول شيء أول شيء بس هاي أنا بمشي أنا وياه بطلب منك، أنا ما قلت ما جبت بعرف الجيش اللبناني بس أنا أعملك لما يصير في قصف سوري على البلدة ما خص السوري بالجيش اللبناني، من حقه ابن عرسال ينتفض على القصف السوري صح ولا لا؟ وش 100%. أوكي، من حقه ابن عرسال لما يتهم أنه أنتوا قويين القاعدة وأنتوا كلكم قاعدة كمان أنه ينتفض صح ولا لا؟ لا مش صح. إيه؟ لا مش صح. على ابن عرسال تجي بتقول له انت قاعده بقول لك ايه مظبوط؟ لا مش ابن عرسال قاعده، في 2 أو 3 قاعده كان على ابن عرسال، من هلا عم بحكي لابن عرسال يلي عندي علاقه معه. نحن مشكلتنا التقصير باللي بالمناطق والاهالي اللي بيكون عندهم عالم من هالنوع وهن خطر عليهم قبل ما يكونوا خطر عليهم. يعني تقول اهالي عرسال قويين القاعده. لا مش ساكتين ساكتين، نحن إذا بيكون في قاعدة مسيحية ما بيسكتوا زعماء المسيحيين لا من 14 ولا من 8، بيبترون بتر بيقطعون عن بكرة أبيهم، بيقولوا نحن هذا هو الفريق المسيحي ممنوع يكون عندنا هيك. وقت اللي قام هذا القص تبع أمريكا وحرق مين كان شو بتقول له لابن عرسال يلي هو معتبر هو يرد عرسال إلى زمن 58 وزمن 68 ابن عكار وابن خلينا نحكي، بدي أقول لك شغلة بعتذر سلف على التعبير، إنه شو بتقول له لابن السني اللي بيعتبر انه حزب الله الشيعي عم يقتل السني السوري، شو بتقوله؟ جواب، بقول له ليش قابل منه انت يكون هو حاضن غزة السنية هذا الاحتضان، وليش قابل منه وليش قابل من مثلا انا كنت بمؤتمر بإيران وقت اللي الخامنئي قدم 200 مليون دولار للحكومة المقالة في غزة، انا كنت هونيك تفاجأت وليش مبارح بأول انتصار لغزة يعني انتصار جزئوي كان باعتراف الجميع بمساعدة حزب الله، أنا توكلت عن شاب من حزب الله في مصر، بتعرف شو كان عم يعمل؟ كل خطيئته كان عم ينقل ما يمكن أن يساعد فيه الغزاويين. الغزاويين شيعة ولا سنة؟ لا هون حركة المقاومة أو حركات المقاومة ما في عليها، إنما كان حدا شيعة عم يقتل سني أو العكس صحيح. نحكي على شيء أمر واقع اليوم بسوريا، هكذا يقولون، هيك مش يقولون، تحولت للأسف إلى سني شيعي. ما معهم حق ليش؟ لأنه وقت اللي بيقوم حزب الله لأنه هو شيعي، وقت اللي بيقول أنا ما بتعني لي شيء المقاومة إلا إذا كانت شيعة، إيه معهم حق، بس وقت اللي بيهتم بأي مقاومة إن كانت سنية أو درزية أو مسيحية أكثر ما بيهتم إذا كانت شيعية ما بيحق لهم، هن مغلطين معه. هل يحق لحزب الله ما بيحق لهم يضلوا مغلطين؟ هل يحق لحزب الله ومن خلفه إيران؟ يعني كنت عم تنتقد قبل شوية أو عم تقول أنه في طرف بده يسقط النظام أو عم بيراهن على أنه يسقط النظام تيحتل لبنان، هذا أمر مرفوض، هل يحق لحزب الله ومن خلفه إيران أنه تحكم سوريا ولبنان؟ رح اقول لك شغله منى، انا عم بقول لك اعطيتك مثل عن المحامي اللي بيوصلوا له ملف كله ضد مرشح ضد موكله وبيعرف هو اعترف له ما انه بري، انا عم بقول لك الوضع العام اذا بدك تحكي بالقوانين اذا بدك تحكي بالامور الطبيعيه بتقولي ايه ما بيجوز، اما لبنان لا يعيش حاله طبيعيه، انه يعيش حاله استثنائيه ويعيش امام خطرين داهمين، خطر دائم
ومتمادن منذ 194 بهيئة الأمم المتحدة هو توطين الفلسطينيين هنا، ولو ما حزب ولو ما المقاومة ما في، في يمكن يكون في توطينها. لا عم تستخف بالدور المسيحي هون مثلا، لو ما مقاومة في توطين، مش عم بستخف بحالي، عم بقول أنيعتي أنه أنا ما قدرتش، أنا لوحدي ما بقدر أمنع التوطين. هلا المقاومة ما بدها، وكمان كل الأطراف ما بدهم، يعني عم تعطي عم تقول ماسي لفريق دون الأطراف. هلا بنرجع على التوطين، خليني أكمل بس بس المقاومة ضد التوطين عظيم، لازم 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 يكون لازم يكون شاكرة. بس ضيعتيني بالفكرة الأساسية، عم تقول في خطرين، في خطر الخطر الدائم هو خطر إسرائيل وثبته، مع أنه أنا كنت ابن الجبهة اللبنانية وأنا كنت من فكرة الحياد وأنه لبنان يصير سويسرا أور سوني بافري، ما بتصير يعني صح. نحن مش حد بلجيكا وفرنسا، مش مسائبي هيك، نحن حد إسرائيل وحد تكفيريين استباحوا الساحة السورية، وهو الخطرين. وهلا الخطر الداهم الاكثر هو التكفيريين، لانه التكفيريين من قلب لبنان ومن برا لبنان. هل التكفيريين هن اللي عملوا تفجيرات طرابلس استاذ جميل؟ قلت لك شو بدهم يعملوا التكفيريين؟ خطر التكفيريين، بس هل كمان التكفيريين هن عملوا تفجيرات طرابلس؟ اللي عمل تفجيرات طرابلس يتحاكم وينشنق مين ما كان يكون. في صراع كمان بيني وبينك، بيني وبينك بلبنان في صراع بهذا الموضوع، وانا في صراع علي رتور انه مش مقتنعين بنتائج التحقيقات نو يعني. بالتفجير انا حاسس في صراع، يعني في كل وسائل العنف في صراع صراع يدور هنا. انا ضد بهذا الصراع، انا ضد مين ما كان ببين انه امبليكي بهذا الموضوع. هذا الموضوع لا يقبل به اي انسان. ليه ما بتكون ضد اللي عمل هالتفجير هيدا؟ كائنا من كان ضده. لو كان النظام السوري مثل ما عم تقول 100% ما كان، لو كان خيه مش النظام السوري وبس يصدر وبعدك الحكم. انت مع انه يقاتل الحزب الى جانب النظام يلي برجع ما هلا لاحظت الحزب مخفف هلا ما بقى فيه ببعركة القصاير. الحزب هلا عم يتحضروا لمعركة الألمون حسب الكلام الأخير. الألمون مثل القصاير مشرفي على لبنان لن يتركها الحزب. خلينا ناخد فاصل إعلاني ونتابع حوارنا. فاصل إعلاني. نتابع الحوار مع النائب أميل رحمي. أستاذ أميل، كنا عم نحكي عن تفجيرات طرابلس وأنت ضد ولو مين ما كان يكون. بالأمس النائب سليمان فرنجية بيقول أنه فرع المعلومات ما بنتعاطى معه، إذا إجا يطلب حدا من عندي ما بتعامل معه، كان قاسي بحق فرع المعلومات. هل تشاطره الرأي؟ شو ما قال أنا معه هذا الزلمة كتير، أنا بحسه لو ما في شيء 100% مزبوط. ليش قلت إيه؟ شو أنا نتيجة مواقف مسبوقة كنت بالأول حل الجزاء في بعض الشخصيات بتصير على العمياني تمشي معه، نحذري لي لأنه صادقين مش انفعاليين ومعممين موقفهم. صادقين مش مختلفين، بس لما بيقول عن فرع رسمي بالآخر هو قال ميليشيا. قال عنه ميليشيا لا نثق بها. ليك بدي أقول لك شغلة، أنا مثلا أي في سجالات يستطيع الأقطاب أن يخوضوا غمارها. يعني مرة سئلت، أنا كنت قالوا لي كان في سجال بين الجنرال عون والرئيس ميشيل سليمان، سألوني قلت لهم أنا لا أستطيع أن أقف وسط سجال بين رئيسين لأنه الجنرال عون رئيس ميشيل سليمان. أنا بأيد أنا عضو بتكتل التغيير والإصلاح وبأيد كل ما يقوله الجنرال عون، ولكن لا أخوض غمار. يعني ما بيصير في اختلاف مثلا مرات ببعض وجهات النظر؟ وين إذا شي مرة حصل شي عندك وجهة نظر مختلفة؟ كتير. ما بقولها بالتكتل. ما بقولها عندك. هلأ مسلمة يعني على العميانة للنائب سليمان فرنجية أو ممكن تختلف معه بوجهة النظر بهالموضوع؟ أنت بتعتبر فرع المعلومات ميليشيا؟ أنا بأيد وبأكد نحن المحامين عادة بس نكون مرتاحين. محامين عم تحاول تدور الزوايا وتحكينا بلغة دبلوماسية، بس نكون مرتاحين لحدا قال. نحن منقول أنه منأكد على هذا الكلام. أنا ما يقوله سليمان فرنجية ألتزم به. يعني فرع المعلومات ميليشيا بالنسبة لي. أنا ما عندي قدرة قول هذا الكلام. عم بتأكد على هالكلام المعنى العام. أنا ما بقدر أقول فرع المعلومات ميليشيا، بقول بوصل لذات النتيجة بشيء بيقدر يقوله سليمان فرنجية يعني مرتاح وأنا ما بقدر أقوله. أنا بقدر أقول أنه فرع المعلومات كان لازم بهذا الموضوع، يعني فرع المعلومات بموضوع
علي عيد ورفعت عيد في قضية صغيرة، جنحة صغيرة بحق حدا شاب حيد أو ما حيد سائب شوفيره لعلي عيد، ما كان لازم تصال هالقد وتتكبر هالقد. أنا هيك بحكي بالقانون بس يعني ما بتستعمل العبارات اللي هو بيستعملها، بس بتوافقوا بالمضمون. ايه بوافقوا بالمضمون وما بستعمل، معك حق، مش ما بستعمل لاني خايف استعمل، لأنك محامي، مش لاني كمان محامي، لاني مش كتب سياسة. لا بس بك تسمح لي، انت نايب وكل نايب هو قطب، يعني ما في صحيح. نايب بسمنة ونايب جواب بسات. لا مش صحيح، انت عندك اكبر نسبة اصوات، شو رأيك؟ مش صحيح. هلا عم بتدغدغيني بدون ما توقعي. مش صحيح هنالك، والدليل البطرك الراعي وقت الكين بده يعمل شيء مسيحي دعا 4 اقطاب، ما دعا نحن 34، ما دعانا، دعا 4 اقطاب. فاذا في اقطاب بالعالم كله، في اقطاب حتى بامريكا امبارح، في اقطاب معن ولا اجتمع. انت حضرتك نايب وبتعبر عن وجهه نظرك بكل رأس عظيم، هاي قصه ثانيه، يعني هاي قصه ثانيه. بس عم بقول لك الكتب له ديسكور بوليتيك خاص فيه لانه عنده قدرته في سجال معين. ماشي خلينا يعني ماشي. لا على ما راح اقتنع انه القطب بحق له يحكي، لا انا بحق له، بس كل واحد هلا ليكي بدي اقول لك، انت ما بتحب تحكي نفهم. منى بدي اسالك سؤال هلا، وقت اذا الجنرال عون حكي كلام عالي النبره بحق مسؤول اول، نعم، انت ما بتشوفي فاول كبير؟ بتقولي الهيئة يا معه حق يا ما معه حق. اذا اجى نايب مش زعيم كتله حكي هي الموضوع، حتى لو معه حق بتقولي ولا المقامات، يعني ما في ما ايه أيوة. انتبهي، انا مستعد اقول كل ما يقال، ولكن انا رحم الله امرئا عرف حده فوقف عنده. خلينا نرجع للمضمون انه انت بتوافقوا بالمضمون انه فرع المعلومات ميليشيا، بس انا بدي اقول لك انه هي من على قصه توقيف سائق او شوفير او مرافق نائب السابق علي عيد، لا هي على في فرع معلومات قدر يوصل لمن نفذ التفجيرين. بتعتبروه برضه ميليشيا ما بتوثقوا فيها؟ أنا ما بيخلوه يوقف لا. اذا لا سمح الله ثبت انه مرافقك او خليني امنك عمل شيء. انا مع اداء القضاء اللبناني الحالي، نعم. هو اللي عم يشتغل، نعم. ان يستمر فيما يقوم به. عظيم، يعني القاضي صقر صقر بالملف اصدر مذكرات، القاضي قلت لك سبق وقلت لك يعني مرات. انت معهم منك عم تعتبر انه هيدا عم يتجن على الحزب العربي الديمقراطي. منى انتبهي، من اول الجلسه قلت لك مرات كثير بيكون عندك موكل كبري، ولكن مش الملفات اللي بتلاقيها على خاطرك بتقول لي موكله باري، والملفات اللي لا عم بقول لك مش بشكل عام، عم بقول لك مرات كثير مرات كثير ما بعرف، ما بقدر اعطي فيها، بدي القط الملف وادرس، انا ماني محامي فيها، انا بدي اسمع الاعلام شو. يا ما سمعنا الاعلام امبارح، سمعنا عن المنقاره طلع باري قاعد ببيته، لا بدنا نطول بيننا لنشوف شو. ياما مرات بيكون واحد عنده كتم معلومات، لانه مثلا انا ممكن اكتم معلومات عن غلطه عاملها ابني لانه ابني، بس انا مرتكب كتب المعلومات، بس انا ماني مرتكب. الاعلام ببعض الاحيان يبالغ او بتوصل له تسريبات غلط، لما بتوصل شيء غلط بيطلع تكذيب فورا. اليوم في معلومات امنيه، في معلومات قضائيه، وحضرتك عم تقول ثقتك بالقضاء، نعم. عن انه هالتفجيرين واضح لغايه الان ولم ما فينا ناكد ونجزم انه افراد وليس كل الحزب ربما او الطائفه الكريمه قاموا فيها. ايه بس ما المطالبه انه حل الحزب وطرد المطالبه هلا استجواب النائب السابق علي عيد، ما هذا اللي عم بحكيكي عن عن الـ عن الـ عن الاعلام يلي نترك القضاء ياخذ مجراه. إن ما يصل إليه القضاء في الختام هو حقيقة قانونية نحن نخضع لها، يمكن ما تكون الحقيقة. إذا كان فرع المعلومات هو قانونية. اللي وصل القضاء لها الحقيقة كمان، نعم. إذا كان فرع المعلومات هو اللي وصل، وكمان مخابرات الجيش عملت تحقيقاتها، يعني مش بس فرع المعلومات، إذا كان ساهم بإيصال الحقيقة للناس وضبط المجرمين. لا هو لازم يساهم إلى إيصال بس الحقيقة، بس بيكون كمان ميليشيا. خليني أكمل لك هو مفروض يساهم، ومفروض يعطى حق الدفاع لجهة الدفاع كل الحقوق المتاحة طبعا. والنتيجة النهائية بتخلينا نحن نخضع أمام الحقيقة التي تخرج عن الحكم. يعني في تسرع بهون لما بيقول إنه ميليشيا بكل الموضوع القضاء. عن مين عم تسأليني؟ عن كلام إذا سب لالله أنا معه، بعدك عم ترديني على سليمان؟ إذا سب لالله يعني أنت بتمشي بالله منطق مرات، إيه؟
إذا سب لله أنا معه. هذا خلصنا من سليمان. بعد بدنا نضل بسليمان؟ ما هذا بينسأل النائب محمد بنا. رعد بآخر خطاب أو لا 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 ما بدنا نقول بدنا نضل هونيك. تفضل مش تفضل ما عم تقول لي إذا سب لله معه يعني جزمت. شو بدي أسألك بعد عنه؟ أنت لأنه ليش بعد كل هذا الشرح اللي شرحته أنا عملتي متركاج على قصة فرع المعلومات قال عنه ميليشيا؟ شو قلت لك أنا؟ أنا شو قلت لك؟ قلت لي مع القضاء لشو بيوصل لنتيجة. ليش رجعتي على سليمان فرنجية؟ لأنه ما جاوبتني عنه. فإذا إذا سب لله أنا معه. طيب فينا نغير هلا إيه؟ غيري يلا. النائب محمد رعد بواحد من خطاباته الأخيرة بيقول إنه لبنان ما في يكون بلد مقاومة وبلد مقاهي. طبعا الصحف كتبت كتير بس لكن هو في شيء قاله بصوته هون ما حدا عم بيقوله كمان. يعني أنت مع المقاومة لو شو ما عملت لو أقفلت لحنات مقاهي؟ لا. طيب شو في وراء شو خلفية كلام النائب؟ أقفلت محمد. ما أقفلت شيء. لا لا عم. عم بروح أقعد ببعلبك بمقهى أنا دايما كل سابق وبعزمك سبت الجاي إذا بتطلعي كمان عبعلبك. أهلا وسهلا فيك. عشان ناخذ معنا حدا البدك إياه وكلهم يكونوا ضد المقاومة كلهم. خدي جيش جرار ضد المقاومة ومعزومين لعندي عبعلبك. ليش تكلهم ضد المقاومة مش مع المقاومة يعني؟ لا إنه أنت نقيهم ضد المقاومة لتعرفوا إنه الترحيب هو هو. من شو خلفية خطاب برأيك النائب محمد رعد؟ وهل حدا هيك استوقف يعني ما استوقفك هالكلام؟ ما سمعته شو؟ عن شو جد؟ لبنان ما في يكون بلد مقاومة ومقاهي وكأنه يعني أو مقاومة أو مقاهي. لا هذا 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 بتاخدي هذا السانس بيجوراتيف تبعه بتاخدي شو معنات هيدي إنه هلأ لبنان بأزمة حرب مع عدو صعب وقلنا إنه صار في خطرين عليه اتفقنا عليه. في هذا في هذه المرحلة بده يكون ألارت أكتر منه مترحرح لأنه بيكون حتى حدا قبله من أخصامه حاكيين عن عن الجخ وعن كذا يلي أنا بأيد اثنين يمشوا بارلال. يعني أنا ما بأيد شغلة تلغي شغلة أنه أنا مع الاستثمار في لبنان وبذات الوقت مع أن يبقى لبنان متحفزا للأخطار اللي واقع عليها. هلأ في عدوان من إسرائيل على لبنان هلأ مثل عدوان 2006 هذا الترددات وهيدي مثل الدبابات اللي هاجمة هيدي فايتي علينا كلنا. هلأ قاعدين معي ومعك هلأ في مجموعة إسرائيلية قاعدة معي ومعك عم بتتابع لحظة بلحظة شو عم بيصير عبر الاتصالات وعبر كل الأبراج العالية اللي حطتها. هلأ مقاومة بالسلاح فهمنا مقاومة حتى بأجهزة الاتصالات هنا. بس عم نحكي عن يعني بصحيفة الحياة بتقول الزميل بسان شيخ أنه قال من النائب محمد رعد يجب إقامة لبنان الجديد الذي ينسجم مع وجود المقاومة. يعني عم نغير نظام لبنان هل أنت توافق؟ يعني بكلامه ما عم نقوله هو قاله بس تشوف رأيك هل أنت أيضا توافق هالأمر ولا لا؟ خدي رأيي عن محمد أول شيء رعد عن كلامه عن محمد طيب. كله وكلامه وعن اللي سألتيني أول شيء ما بده يغير هو ضنين على الميثاقية اللبنانية. لو ما ضنين بيستعمل سلاحه لتغيير كل هذه المعالم وما استعملها بالعكس هو حط إيده على بيروت وعيط للجيش قال لهم دخلكم تعوا خدوا بأسرع وقت ممكن. هيدي ما صارت غير يعني 7 أيار أنا بشوف الشك هذا فيها ما صارت. لو أي فريق تاني من أي طائفة كانت عنده هذه القدرة كان قال الأمر لي من 1000 سنة. هيدي عجنب عن محمد رعد وعن رفقاته. عن سؤالك لا أنا مع لبنان اللي بقى لبنان أن يبقى هو اللي قال عنه يوحنا بولس الثاني الرسالة. أنا مع التوازن الوطني هلأ المفقود بمفقود جدا هلأ نتيجة طائف عدم تطبيق الطائف كما هو وسرق صلاحيات غير مبررة من رئاسة الجمهورية. أنا مع كتير إشياء لعودة التوازن. أنت مع إعادة يعني صياغة نظام جديد لبنان؟ ايه صحيح. تعديل الطائف خصوصي بمقام رئيس الجمهورية وببعض الأمور الملحقة بمكان واحد وليس بكل الدولة. وضح لي هاي يعني كل مال الدولة ملحق بمحل واحد مش بكل الدولة. انت يعني حريص على مهمات او على صلاحيات رئيس الجمهوريه هي اكيد منها بس بدك تغيير نظام بس لاعاده الصلاحيات اللي سرقت او مش سرقت لان كان في موافقه من الكل اللي ازيلت من صلاحيات رئيس الجمهوريه. لا نحن مش موافقه نحن اللي وافق والما وافق
من المسيحيين بالطائف كان مغلوب عامره، الوافق والما وافق. فاليوم الهدف هيدا فقط. نحن لو ما مغلوب عامرنا ما طلع الطائف هيك، ليش نغلط؟ ومعه حق الإمام محمد مهدي شمس الدين. برأيك اليوم أي تغيير للنظام بلبنان ما بده كمان يأكل من حقوق المسيحيين؟ إذا رحنا ليتاكل من حقوقنا لازم نكون إزكيا لدرجة إنه ما نضرب فنان ما نروح. نحن إذا بدنا نروح، إذا بدنا نروح بدنا نكون تفاهمنا مع فريق من الأفريقاء الشركاء إنه لا لح يتعدل لمصلحة حقوقنا، ولا ما نروح مطرح. يعني إذا كان فريق بده ياخد حصته بده يتاخد من المسيحيين ومن فريق آخر لازم ما تقبل فيها. لا ما يتاخد، بده ينعطى للمسيحيين لمصلحة المسلمين. إذا ما انعطى للمسيحيين بيكونوا المسلمين عم بيضروا حالهم. ثبت حتى بعصر الامتيازات المارونية أنه كان في مصلحة إسلامية بأن يكون لبنان هكذا هيك. نحن غلطنا الموارنة أنه انبسطنا بالامتيازات كتير، كان لازم مش تحت الضغط نعطي، كان لازم قبل الضغط نقول ما بيجوز مجلس نواب يكون 99 يكونوا 45 54، هاي إهانة لشريكنا والبهين شريكه بهين حاله. كان لازم نحن نعمل إصلاحات وقت اللي أعلن بعض زعماء بلبنان أنه بدهم إصلاحات، أمثال الرئيس سليمان فرنجي، الرئيس تقي الدين الصلح، كان لازم نعمل إصلاحات مش تحت وقع الضغط والقتال، كان لازم. هاي غلطناها، مع ما أنه بالرغم من هيك وبالرغم من أنه ما عملنا، لبنان في عهد السابق هو أفضل عشرات المرة من لبنان الحالي نظاما عم بحكي. نعم. انتظاما عاما. لاي أفضل؟ ليش أفضل؟ أنا أقول لك لأنه كل العالم قال إن التجربة الديمقراطية اللي قام فيها البعض في لبنان من مسيحيين ومسلمين تجربة جديرة بالتوقف عندها للاستمرار إلى الأمام لنصور ديمقراطية كاملة. ليش ما نقال عن بلد عربي تاني بس نقال عن لبنان؟ ليه؟ لأنه في هذا تنوع. هذا التنوع يحافظوا. إذا ما حافظوا على الإسلام هن المسلمين العاشقين لهذه اللعبة الديمقراطية رح يخسروها معنا، رح يصيروا مثل الغير. يعني رح يصير عندهم مثل ما عم بيصير بليبيا هلا مثلا. بليبيا انت بتفهمي بليبيا شو صار امبارح بطرابلس؟ بتفهمي انه ولا ثورة عم بتقوم، مش عم تعرفي ليش قامت وليش قعدت ومين عاد عم بيقتل مين ومين عم بيطلع مع مين؟ ليه؟ ليش؟ يعني إذا أي فريق قرر سنة أو شيعة بس، ولكن عم برتكز على كلام النائب محمد رعد، التغيير بصورة لبنان أنت بترفض. ما عم نحكي بالنظام، بالصورة يعني، عم نحكي عن مقاهي وعم نحكي عن مقاومة. البعض قرأ فيه أنه أو مقاومة أو عم جاوبك عنه وحياتك. أنا بعرف لأنه ما وإلا أنا ببطل حليفه، كيف يعني بده يغير لي بصورة؟ النائب الرئيس نبيه بري. لا أخذت الجواب بس لأنه ما كلامه مش يعني تفسير كلامه مش صحيح. هو الأكثر سلاسة وقبولا ومش عنك تفسير كلامه، تفسير كلامه من قبل البعض. ما هو أستاذ ما تفسر، هو قاله يعني لبنان المقاومة ما فيكون لبنان المقاهي يعني، وهو أكيد بفضل لبنان المقاومة. إيه بس مش قايل لي أنا أكون مقاوم وأنا حليفه، قال لي عود بالمقهى إيميل أنت، بس ما تمنعني يكون مقاوم. هي اللي عم بيقوله. أنا هيك بفهم محمد رعد وهيك صحيح، ليش غيري بيفهمه غلط؟ أنا عم بيقول لي عود بالمقهى، روح يا إيميل عود بالمقهى، بس انت ليش حاطط لي دشم على الطريق، على طريق المقاومه؟ هذا السؤال. هون الكلام اللي هيك بيتفسر. الرئيس نبيه بري بيقول اصبح على يقين انه المبادرات الداخليه لم تعد تجدي ويجب العمل في الخارج لا في الداخل. هاي صراحه كامله لرجل مسؤول سبق الريزون ديتا على قوانين. ليكي هلا شو عطاني باس دوله الرئيس بري. كنت عم بقول لك انه نحن بلبنان هلا صرنا كلنا أول شيء المسيحيين بأزمة الوجود، بس يكونوا بأزمة الوجود ما بيعودوا يتطلعوا على مين تدخل هون ومين ما تدخل هون، بصيروا يشوفوا مين بيأمن لهم وجودهم. بهذا الكلام هذا رجل دولي عم بيقول. طيب بيقول بس السؤال بتقولي لي شو عم بقول لك، شو عم بيقول؟ عم بيقول عم يعترف رجل دولي إنه أي تفاهم خارجي يمكن أن ينقذنا، نحن بحاجة إلى صديق. تصوري قديش صريح وقديش رجال وقديش جريء، لأنه رجل دولي مش لازم يقول هيك، لازم يضل يكابر ويقول نحن منحلها، نحن منرتبها بإعلان من هنا وبوثيقة من هناك. مش صحيح، معه حق دولة الرئيس بري.
يعني أنت كمان بتعول على الخارج. بيقول ردا على سؤال عن دور السعودية بيقول ليش أنا لو ما ليش أنا ما كنتش نايب بال 2009 لو ما راحوا على الدوحة؟ ليش كلنا ما كنا شكرا قطر يعني. مش قصة شكرا قطر إنه لو ما عم ينعمل وما كان عندي نظام وانتظام لو ما راحوا على الطائف نواب 72 يلي هني أهم نواب بلبنان، ما حدا بيقدر يغبر على واحد منهم يعني. بس فينا نحكي بالمبادئ قد ما بدنا منا، بس غير ملامسة للواقع اللبناني. شو قراءتك حضرتك لزيارة رئيس الجمهورية للسعودية والكلام اللي حكيه بعد الزيارة؟ الرئيس نبيه بري بيقول ردا على سؤال عن دور السعودية على غير عادتها، هيك هو بيقول، ولا أضيف أكثر من ذلك، وبيحكي عن يعني الحوار بين السعودية وإيران. ولكن أنا عم بسألك عن زيارة رئيس الجمهورية اللي كان شوي غير مرحب فيها من قبل فريق 8 أدار، سبق زيارة تصريحات حضرتك، شو رأيك؟ طب ليش غير مرحب فيها من قبل 8 أدار؟ بسألك. لا مرحب فيها لكزيارة، يمكن اللغط البروتوكول اللي صار لازم كل اللبنانيين يعني قبل ما يروح كان في كلام انه مش لازم يزور المملكة العربية السعودية، بس نحن دولة الرئيس بري قال لازم يتم التواصل وهو أوكي. احد اهم اقطاب 8 أدار. نحن بتكتل التغيير والاصلاح لأين التواصل جدي، والجنرال عون هو من اهم اقطاب لبنان واكبرهم. لا مش صحيح، يمكن سمعتوا الحزب عم بيقول هيك لانه في صراع بين الحزب والسعوديه. طبيعي، ما نحن في صحن الصراع اللي فاتحته السعوديه على حزب الله. شو بيقعدوا بيرقصوا لمبادا يعني ولا بيجاوبوا؟ يعني على طول الضحيه عندك هو حزب الله. لا لا هلا حزب الله ربحان ومنتصر، ودعوه السيد حسن يا ريت ردوا عليها اذا بدك نحكي بالاحتراف السياسي. شو هي الدعوه؟ هلا انت ما عندك محترفه سياسيا، شو هي الدعوه؟ خلينا نحكي فيها بعد شي دقائق قليله. شو هي الدعوه؟ لك السيد حسن ليطل مرتين. نعم. شو بغض النظر ما قبل، هو في لبنان محكوم بصراع محلي واقليمي وعالمي، قطع ما هو عالمي لمصلحه الفريق اللي مصطف إلى جانب روسيا والبريكس، وقطع ما هو إقليمي، والدليل أنه الزعل والحرد موجود من الفريق الثاني مش موجود بإيران وبسوريا، والتقدم الميداني للنظام السوري ساطع. يعني امبارح الـ LBC فرجتنا على الخارطة تقدم، أنا أرهبني ما بعرفه تقدم للنظام فرجونا على الخارطة، صاروا يضووا بالأصفر على المطرق مدري بالأحمر نسيت، وبالداخل سائب انه القوه الشعبيه والعشق يعني الشعبي. يعني هو ناطر النصر بسوريا لحتى اللي يجي يقول لهم انا رح شكل الحكومه مثل ما انا بدي. نو خليني اكمل لك بعد دقيقه. ايه بهالدقيقه انت لم تشاهدي هذه العلاقه بين القائد او القياده والناس، هذا العشق الشعبي ما حدا بيقدر يسقطه. ما حدا عم يحكي عن هالموضوع. يبقى الأقوى. ايه عم بحكي عن هالقائد، عن القائد والفريق الاخر بالبلد، مش عم بحكي عن القائد وجمهوره. ما بيضل يترجاهم وهن مش قابلين، بيترجهن وصاحب اليد الممدودة. إذا شي مرة واحد بعد ما يمد إيده شي 60 مرة شي مرة يقول لهم لك بركي لمصلحتهم لازم يقول لهم مثل البي وقت اللي لازم بغنج ابنه بلاقيه مش عم يزبط بالآخر بيعمل له هيك شي خلص وقتنا للأسف ما بقى فيني كتير حيرج. شكرا لحضورك معنا مشاهدينا، شكرا للمتابعة. تابعوا أخبار MTV عبر صفحاتنا على تويتر وفيسبوك عبر الموقع الإلكتروني MTV.com. وبهنيك على كل أسئلتك. إلى اللقاء. كله. شكرا.